يعني كنت في هذه الجمعية، وفاش تخاصمت مع الدريات ومع المديرة طردوني 4 أيام. هادي أنا قلت لهم مبقيتش أصلا، بغيت نبقى هنايا صافي. وملي بغيت نرجع مبقاوش بغاو يدخلوني هنايا. أنا غنلبس هنا في الزنقة، يعني كنلبسها في الزنقة 4 أيام هادي، ما عنديش فين غنمشي، ما عندي أنا يتيمة، ما عندي لا مو لا با. يعني رباتني عمتي صغيرة، وملي كبرت تزوجت وطلقت ومبقاش عندي فين نمشي. يعني كنت في واحد الجمعية تاهي بحال هادي مهلين فيا، و تاهي ملي كنتعصب مع الدريات وكنتعاوت معاهم تيجريو علي. كنلبس هنا في الزنقة دابا 4 أيام هادي، مبغاوش يدخلوني، قلت محتارمش المديرة. بقيت كنتعاوت معاها، هادشي اللي كاين. لا دويت مع داك المسؤولات، قالوا لي ما كايناش بلاصة عمرات، والمديرة ما كايناش، ما جاتش اليوم. دقينا دقينا ما كايناش، ما شفناش. شفت هادوك المسؤولات اللي كيدخلوا كيخرجوا، قال لكم ما كايناش المديرة والبلاصة عمرات. قالوا لي البلاصة عمرات، شوفي شي جمعية أخرى. وأنا ما عرفتش فين نمشي ولا فين نجي، ما عرفتش. دويت مع البوليس، قال لك جبناك حنا دخلناك، وانتي اللي بغيتي تخرجي. ما انا راك انا بغيت نخرج حيت ضرني ظهري وركابي، ما قدرتش نهز معاهم تقول باش بيت صغير بغيت باش نخمل معاهم، ما قديتش. علاش رايده بالدار وركابي؟ انا صابره، نطلب منهم يسمحوا لي. هادشي اللي ما بقاش نتجاوز الحدود ديالي معاهم. Je voulais